هنروح لفتاة النادي الاهلي الذهبية في تنس الطاولة هنا جوده واللي بتلعب دلوقتي فعاليات بطولة العالم للناشئين والناشئات اللي بتتلعب في تونس الشقيقة. هنا جوده نجحت انها تفوز بذهبية زوجي المختلط في بطولة العالم بصورة هنا جوده مع طبعا زميلها في الفريق لاعب كازاخستان وفازوا في النهاية على الزوجي المكون من البرتغالي تياجو والاسبانية ماريا ونجحوا طبعا في الفوز والف مليون مبروك ده انجاز جديد يضاف لفتاة النادي الأهلي صاحبة ال 15 عام اللي بتتصدر التصنيف العالمي تحت 15 وتحت 19 في إنجاز كبير جدا جدا يمكن بتتفرد به هذه اللعبة الذهبية طبعا بقول لحضراتكم أنه يعني مشاركة هنا المستمرة في بطولة العالم والأولمبيات وكل ده على السن الصغير وتصدرها التصنيف العالمي لا يخلينا نطمن إن شاء الله يا رب أو يعني طموحاتنا تعلى كمان ان يعني هنا على مستوى السيدات تحقق انجاز لمصر كبير جدا ولنادي الاهلي ولنفسها طبعا يعني نتمنى في يوم الايام زي ما هنا بتنجح النجاح الكبير ده تحت 15 تحت 17 نشوف ايضا هذا النجاح باذن الله لما توصل مرحله السيدات هي بتلعب سيدات دلوقتي ولكن طبعا لما تكون رسمي سيدات نشوف ميداليه اولمبيه نشوف ميداليه في كاس العالم اكيد هنا هتبقى ليها شان اخر وزي ما بتحطم الارقام دلوقتي ان شاء الله لما توصل مرحله السيدات وتبقى دي المرحله الاساسيه ليها اكيد هتحطم الارقام و يعني هنا صناعه النادي الاهلي كامله من اول ما كانت بتتعلم تنس الطاوله حتى الان وهي النادي الاهلي وال... والتدريب والاعداد وكل شيء داخل جدران النادي الاهلي كل التوفيق لهنا ألف مليون مبروك